الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ما ذكره الذاكرون، وأصلي عليه ما غفل عنه الغافلون. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر يا ربي شكرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أيها المتابعون الأكارم لإذاعة المنار الإسلامية، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم دوام الصحة والسعادة وحسن التوفيق، ونشكركم شكرا جزيلا لحسن استماعكم ولمتابعتكم لنشراتنا. أيها الأكارم، فالآن سوف نقدم إلى معاليكم درسا من دروس اللغة العربية من كتاب العربية بين يديك من الجزء الثالث. وصلنا أيها الإخوة إلى الوحدة السابعة، الدرس 44. سوف نأخذ اليوم إن شاء الله استيعاب ومفردات وتعبيرات. أولا نأخذ الاستيعاب. لقد شرحنا في النشرة السابقة الدرس طاب نومكم وطاب يومكم، واليوم إن شاء الله سوف نأخذ التمارين في ذاك الدرس. دمنا أريدنكو دخواجيج بزدكونكو دلي رب العالمين أميد لرم جروغ أو جول بستي عزت من دو زمنغ أستاذ الدرسنا دا العربية بين يدي كتاب سخا وما وحدة دا تلور سلويخ تم نمبر درس دي يوصلو تلور سلويخ صفحة دا تير أخبرونا كي من غوتاسو دا عنوان غستي وطابة نومكم وطاب يومكم. نن من غوتاسو تدهاغي بباركي تمارين راكي دا غحلكو ترسو دا واضح شي چې موږ په هغه درس باندې پوه شوي یو. نو تمرین کې اوله برخه راکوي استيعاب، معنا لاسته راوړنه، چې موږ څه لاسته راوړل د تیر درس نه. نو په دې کې مفرداتو په باره کې څو تمارین راکوي، همدارنګه تعبیرات، زمونږ استاسو ویل، زمونږ استاسو تلفظ، زمونږ استاسو جملې جوړول، دغې ته تعبیرات ویل کېږي. نو اوله برخه سوی الاستيعاب لست راورنا سوي التدريب الأول. التدريب الأول يقول وائم بين الفكرة في همزة والفقرة في باء، وائم بين الفكرة في همزة والفقرة في باء. لاندي من غوتاسو تقريبا وجملي راكريدي دغ جملي ودل ترتيب وركا أول دويم دريم تلورم بينزم شباقم وم ایا منګه تاسو تیر بحث اغستیو پم دغه عنوان باندې دغه جمله په کم ترتیب باندې الته دي؟ اوله کومه جمله راځي، دویمه کومه راځي، دریمه کومه راځي، تر څو چې دغه نه یو موضوع مختصره جوړ شي. راځو اول صرف د جمله اخلو، دغه نه ورسته به حل کوم. حمزه یقول النوم مريح للجسد، النوم مريح للجسد وحرمان الجسد منه خطر. خوب چه ده ده بدن ده پارا ده ده راحت ده. النوم خوب چه ده ده بدن ته راحت ورکه، مريح للجسد آرام ورکون که ده ده بدن ده پارا. وحرمان الجسد منه خطر او ده خوب نخبل بدن محرومه کول، خوب نکول و ده خطر پیدا کیگی، مشکل پیدا کیگی، نقصان پیدا کیگی. با بعض الناس لا بركة في عملهم بسبب النوم نهارا، وده بعضو خلقو پا کارونو کی برکت نی، ولی و بسبب النوم نهارا وده دی وجه نچاغ دورز خوبو ندیر کئی، دورز خوب کئی. جی كل حي يحتاج الى نوم، هر جنده سیز چده دا خوب تا ضرورت لري. الا الخالق سبحانه وتعالى، صرف یو خالق ذات دی الله دی چاغه خوب ته ضرورت نه لري، ځکه هغه نستړی کیدونکی ذات دی،
همدارنګه د هغه په اختیار او واکې هم دنیا ده هم آخرت ده هم ځمکه ده هم اسمان ده هر څه ده نو ځکه الله رب العالمین باندې خوب ناراضي بلکې پر کاری په هم ناراضي دال النوم في الليل افضل من النوم في النهار د شپې خوب ده بهتره ده د ورځې د خوب نه ها النوم العميق طيب النوم العميق جاور خوب کول دا بهتر دی النوم العميق چې مکمل انسان پکې ودی ځان خبر نه دا بهتر دی والارق يسبب مشكلات او والارق شوګری ته ویل کیږي یا نه خوب ته ویل کیږي انسان له شپې خوب نه ورزی يسبب مشكلات دلير مشكلات سبب غرزي والارق او بيخوبي چدا انسان دشبه خوب نكي يسبب مشكلات دا غرزي سبب دا دير مشكلات واو النائم مثل الميت لا يتحكم في ارادته النائم مثل الميت لا يتحكم في ارادته ود شخص چده پشانت دمري دي هغه هیڅ قسمه د خپل ارادې تصرف نشي کولی یعنی چې څه زړه غواړي هغه نشي کولی نه اخیستل کولی شي نه خبرې کولی شي نه ګرځېدل کولی شي نه چاته یو وینا کولی شي او د شخص دا په شان ته د مړي دی څنګه چې مړی چاته نه خبره کولی شي نه څوک اوري نه خبره اوري نه لاس خوځولی شي نه په لاس باندې څه نیولی شي همدغه رنګ او د شخص هم دی څنګه مړه چې دا کار نشي کولی او د شخص هم دا نشي کولی چې څه اراده وي هغه نشي کولی مثال هغه شخص چې هغه اوده دی هغه نه غواړي چې زما د خولې نه د بې ځایه خبره وځي خو چې کله هغه اودی نو دا اراده هغه نشي کنټرولولی بلکې د هغې د خولې نه هغه څه وځي چې د هغه په واک کې نه وي همدارنګې خوب شخص چې کوم شخص اوده وي کوم شخص چې اوده وي اگر دا غواړي چې زما لاس ته بي ځای استعمال نشي بي ځای زبانه کې نه غوستل شي خو دا وخت د هغه نه وته وي د خوب د وجه نه د هغه لاس بي ځای هم استعماليږي ځان سوي عدد ساعات النوم التي يحتاج اليها الجسم عدد شمار ته ویل کیږي عدد ساعات النوم د خوب وختونه یا د خوب ګنټې د خوب ساعتونه التي يحتاج اليها الجسم هغه چې بدن وته ضرورت لري څو ساعته دي عدد ساعات النوم د خوب ساعتونه د خوب وقت د خوب ګنټې هغه اندازه چې انسان وته حاجت لري نو دا ټول موږ او تاسو چې کله ان شاء الله یو ځای کو د نه یو خسته غونډه کې موضوع جوړیږي رازو به کیسه وي و دې له اوس ترتیب ورکا نو اول ترتیب بچاله ورکو اول به جیم راواخلو جیم کیسه وي و كل حي يحتاج الى نوم الا الخالق سبحانه وتعالى دا جمله لایق ده چې دا موږ او تاسو په اوله کې راوړو هر یو ژوندی څه چې دی هغه ضرورت لري خوب ته سره بغیر د الله رب العالمین دویم برخه کې به سره راوړو دویم نمبر کې حمزه به راوړو النوم مريح للجسد وحرمان الجسد منه خطر دریم واو النائم مثل الميت لا يتحكم في إرادته سلورم دال النوم في الليل أفضل من النوم في النهار بنزم با بعض الناس لا بركة في عملهم بسبب النوم نهارا شبغم زا عدد ساعات النوم التي يحتاج إليها الجسم وم نمبر ها النوم العميق طيب والأرق يسبب مشكلات دا ټول چې موږ او تاسو یو ځای کو نو یو مختصر یو مفهوم ورکیم اوس داسې یو ځای وایو كل حي يحتاج الى نوم الا الخالق سبحانه وتعالى النوم مريح للجسد وحرمان الجسد منه خطر النائم مثل الميت لا يتحكم في ارادته النوم في الليل افضل من النوم في النهار بعض الناس لا بركه في عملهم بسبب النوم نهارا عدد ساعات النوم التي يحتاج إليها الجسم النوم العميق طيب والأرق يسبب مشكلات ننتقل الآن أيها الأكارم إلى التدريب الثاني ماذا يقول؟ يقول صاحب الكتاب في التدريب الثاني أجب باختصار عما يلي يريد من المخاطب أجب مختصرا أجب باختصار عما يلي دویم تمرین کې موږ او تاسو سره لس سوال دي د دې مختصر جوابونه موږ نه غواړي تعالوا ايها الاخوه نقرا الاسئله مره
ثم نجيب إن شاء الله. السؤال الأول يقول: كيف تنام القطط؟ كيف تنام القطط؟ بشوغان بكم طريقة باندي أدكيجي. السؤال الثاني: من الذي يتمنون النوم المريح لليلة واحدة؟ من الذين يتمنون النوم المريح لليلة واحدة؟ ها أشخاص سودي چه أغدا أرام خوب تمنى أرمان كي ديويش بيلا بارا. السؤال الثالث: متى يكون تنفس الإنسان بطيئا؟ متى يكون تنفس الإنسان بطيئا؟ كلد إنسان تنفس أو ساء غستل أرام بانديوي زرزر نوي تيز نوي بكم حالات كيوي دا كم وقتوي. سلورم: ما أكثر وظائف النوم أهمية؟ ما أكثر وظائف النوم أهمية؟ سلورم سؤال كيوي دو خوب أغا مهم وظائف كم كم دي، يعني خوب إنسان تا كما قرطة أو كما فايدة رسي. سؤال الخامس: أذكر ناقضا للأضوء ذكر في النص. أذكر ناقضا للأضوء ذكر في النص. دا أودس دا بارا كم سيز ما تاون كده جاودس باغي باني ما تيجي خجاغا با نس كي ذكر شوي باغا عنوان درس كي ذكر شوي أغا بيان كام زكا نواقض الأضوء دير زياد دي خجي درس كي كم يو ذكر شوي دي وآغا مونتا بيان كام. السؤال السادس يقول: أذكر الدعاء الذي يقوله الشخص إذا استيقظ. أذكر الدعاء الذي يقوله الشخص إذا استيقظ. أغا دعاء ويا شكلا يو شخص باسيغي شخص يو إنسان من لو تاسو شكلا دو خوبنا باسيغو كما دعاء ويو أغا دعاء ذكرك. السؤال السابع يقول: أذكر حديثا يحث على الذهاب للعمل مبكرا. أذكر حديثا يحث على الذهاب للعمل مبكرا. يو حديث ذكرك شاغب ديبان دلالات كي ترغيب وركي خلقتا شتاسو كارون توختي زي. السؤال الثامن يقول: في أي شيء يتسبب النقص المستمر في النوم؟ أتم سؤال كيوي وكم يوسيز دداسي في أي شيء يتسبب النقص المستمر في النوم؟ شخوب أميش تبارا كم غني ده هغي سبب قرزي، يعني أميش تبارا خوب ده كموالي سبب قرزي وده كم كم شيان دي. نهم: ماذا تفعل ليكون لديك نظام ثابت للنوم والاستيقاظ؟ ماذا تفعل سك والغالي وسبك ليكون لديك نظام ثابت للنوم والاستيقاظ؟ جستاد بارا يو كنترول ويو نظام ودخوب هم أو دباسيدو لهم شتا خبل وقت باندي كنترول ويجي بدي وقت كي ودكيغم بدي وقت كي باسيغم نتالا كم يو كاربكار ماذا تفعل بايت السوكي. لسن سؤال سوي: ما تأثير الحليب الفاطر واللبن؟ ما تأثير الحليب الفاطر واللبن؟ أغا درمينا شو دسكل ندير يخوي أو ندير قرم وي أم دارنج ماستا استعمال أول لدي سا أثر دي ببدن باندي سا فايدة وركي إنسان تا. تعالوا أيها الإخوة الآن نجيب لكل سؤال. يقول صاحب الكتاب في السؤال الأول: كيف تنام القطط؟ كيف يعني يريد الكيفية، بأي كيفية تنام القطط؟ الجواب ماذا؟ تلتفت كالكرة. تنام القطط يعني تلتفت كالكرة داسر طويقي بشانت دبالوندكي. السؤال الثاني يقول: من الذين يتمنون النوم المريح لليلة واحدة؟ الجواب ماذا؟ الذين تنخفض ساعات نومهم. الذين تنخفض ساعات نومهم هذا كسان أرام خوب تزررت لدي ديوش بيدا بارخ خوبتا شد أغيد خوب وقت كموي لكشان تيوي. السؤال الثالث يقول: متى يكون تنفس الإنسان بطيئا؟ الجواب ماذا؟ عند النوم إذا نام الشخص يتنفسه الهواء يعني غير سريعا. متى؟ إذا نام الشخص كلت يكس أدشي نبيساب أرام أرام باني أخلي زرزر ناخلي. السؤال الرابع يقول: ما أكثر وظائف النوم أهمية؟ ما أكثر وظائف النوم أهمية؟ الجواب: يعود للجهاز العصبي نشاطه بعد التعب. يعود للجهاد العصبي نشاطه بعد التعب دخوب غتا فايدا غتا غتا أو غتا مسؤولية وظيفة دادا
چې بدن کم ستړی شوی وي، دماغ کم ستړی شوی وي، هغه ته دوباره آرام ورکوي، طاقت ورکوي وروسته د ستړي والي نه. السؤال الخامس يقول اذكر ناقضا للوضوء ذكر في النص. الجواب ماذا؟ ناقض الوضوء النوم. النوم اذا نام الشخص نقض وضوءه. كل شخص ودشي داغ او دس فدي باندې مات شو. السؤال السادس يقول اذكر الدعاء الذي يقوله الشخص اذا استيقظ. الجواب ماذا؟ الدعاء الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كل شخص أدبي أو راباسيجي بعد الله حمد ذاك يودا دعوي الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. الله حمد ذاك جلاد بار حمد وسنادا زي جن ذكر ما ورست دمرنا ذكر دا خوب شان تدمر ده زمان أستاذ سوسا أو روح الله رب العالمين قبس كلي وسهال من تواپس بتراك للا نپدي باني بعد إنسان الله شكر أدا كي ذكر دير إنسانان بداسي چي مخام بود شوي سهار بني پاسي دلي وفات شوي بي وإليه النشور أو دارنگ بحث زمان جي تكيغي الله رب العالمين طرف تكيغي. السؤال السابع يقول أذكر حديثا يحس على الذهاب للعمل مبكرا. يو حديث داسي ذكر كي باغي كي من تترغيب راكي تیزی ورکی انسان تا چی کارتا وقتی زا علی الذهاب پا تک باندی للعمل مبکرا چی کارتا وقتی زا. الجواب ماذا؟ یقول صلی الله علیه وسلم بورک لی امتی فی بکوریها. بورک لی امتی فی بکوریها زما دو امت پا سهر وقت که الله رب العالمین برکت اچولی. السؤال الثامن یقول فی ای شیء یتسبب النقص المستمض فی النومی. الجواب يجعل الشخص أسرع في الانفعال وأصعب في التآلف مع الآخرين. كل شيء شخص أقدارنج بجلطي بعند هذه كارتر سركي أو زرزرك والغالي هم دارنج وأصعب في التآلف مع الآخرين. أصعب من السخط وغرانوي في التآلف من محبة نور سرام. يعني دغس الشخص أقدر زرزر عمل كوي زرزر كارتر سركي ادارنګ د نور سره په ملاوی دلو کې وینه محبت کې لسخواله وسره وي نو په دغه وجه باندې د انسان خوب کمواله پیدا کوي د دې سبب ګرځي. السؤال التاسع يقول ماذا تفعل ليكون لديك نظام ثابت للنوم والاستيقاظ والفكاد تلرا سشكه چستایونا وقت دارنګ منظم وي هم د خوب وقت د منظم وي هم د پاسې دلو. الجواب ماذا؟ أحافظ على ساعات نوم واستيقاظ منتظمة. زباد سوكما جزمنا الزمشما دخوب وقت مئن بعد معلوم بي حمدارنجي دا باسدلو وقت مئن بارنجي منظم شكل بي جبدي وقت كودكيغم بدي كباسيغم داغينا مخي هم دا كوششكم جنودكيغم أو رستا هم دا كوششكم جودنا باتكيغم بلغي بخبل تيم را باسيغم. حتى في العطلة تردی پوری چی پو چوٹی که هم داسی کومه دا چوٹی رو سخطی ورز دا هم پخپل وقت او دکیگم پخپل وقت پاسیگم ترسو چی زما بدن اما قشانتی ترینینگ شیم. لسم سوال سوی ما تأثیر الحریب الفاطر واللبنی. اغا شده چی ندیر یخوی ندیر گرم وی او یادارنگی ماسته دا دیس اثر دی. الجواب یساعدانی علی النومی. یساعدانی علی النومی دا دوانا کومک کی پخوب کی یو شخص د هغه داسې شده استعمالوي چې نه ډېر یخ وي نه ګرم وي همدارنګې داسې ماسته استعمالوي نو دا ورسره خوب کې همکاري کوي خوب ولا ښه ورولي. ننتقل الآن أيها الإخوة إلى الفقرة الثانية المفردات والتعبيرات. التدريب الأول يقول اختر من القائمة با الحرف الذي يرد مع الفعل في القائمة همزة ثم استعملهما في جمل من إنشائك. يمكن أن تستخدم الحرف أكثر من مرة. أول تمرين كسوي واختر من القائمة با ودقيم قائمين يو حرف اختيارك الحرف الذي يرد مع الفعل في القائمة همزة. دقيم قائمين يو حرف روالة أغا حرف جاغا وارديجي ذكركيجي بجملكي دا أغا فعل سرچ باغا فهمزة كلي كل شويدي همزة كمان غوتاست أفعال راكريدي په دویمه قائمه کې موږ تاسو ته حروف راکړي دي غوښتنه څه کوي یو فعل راواله د اولې قائمې نه یو حرف راواله د دویمې قائمې نه ثم استعملهما في جمل من انشائك. بيد خپل ځان یو جمله جوړه کړه فعلا پکې استعمال کړه
حرف فكهم استعمالك، ويمكن أن تستخدم الحرف أكثر من مرة، ودام إمكان شتدي تاتا اختيار شتدي شدا حرف يو كرت نو دو كرت استعمال كا دري كرت استعمال كا ويو حرف تد يو زن زياد هم استعمال وليشي زكا حروف كم راولي أفعالي زياد راولي دي رازو يو يو فعل راقلو يو وسر حرف راقلو جملة استعماله يؤدي أداكي يؤدي أداكي تسموهو الإمام العادل يؤدي الدين عن الفقراء الإمام العادل يؤدي الدين عن الفقراء عادل باچاچ دي داد غريب خلق قرض أداكي الأب يؤدي دين ابنه لارچ دي دخبل بچي قرض أداكي الصديق الغني يؤدي الدين عن أصدقاء الفقراء مالدار ملگره چه ده دخبل غريب ملگرونا قرص ادا كي دوهم كلمة راخلو يسببو 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 أكل كثرة الحلويات يسبب لمرض من أمراض الجسم أكل كثرة الحلويات يسبب لمرض من أمراض الجسم أو من أمراض البدن زياد خواه شيان خلل دار سبب د مرز گرزی د بدن د مرزونه نه بدن کې ډیر مرزونه دي یو مرز په کې د خوګوالي د وجې نه را پیدا کیږي بل کلمه ده يرغب يرغب المؤمن يرغب الى الجنه يرغب الولد الى زياره والده مؤمن سره چې د رغبت لري جنت ته يرغب الولد الى زياره والده يرغب الصديق الى زياره صديقه يرغب الطالب أن يفوز في الاختبار مؤمن سري رغبت لري في جنتك بچه چه دي رغبت لري شوق لري دبلار ملاقات يا دمركي ملاقات يتكلم يتكلم المنافق يتكلم بين الحق والباطل المنافق يتكلم بين الحق والباطل منافق سري چه دي ده حق او ده باطل ترمن ز خبر کی کله حق و کله باطل و پيو خبر باندې کلک ولال نوین المؤمن لا يتكلم الا بالحق المؤمن لا يتكلم الا بالحق مؤمن سره چې خبر نه کوي مگر په حق باندې کوي حق خبره کوي المؤمن الصالح المؤمن الصالح لا يتكلم على الانسان الغائب دیندار سره مسلمان سره آغا بغیر حاضر کس باندې خبری نکی لا يتكلم على الانسان الغائب پا آغا شخص باندې خبری نکی چه آغا غائب ده مجلس کی نشتا ده او داغی پا بارا کی خبری کئی داسی نکی مومن سره پنځمه کلمه ده منگ سره یشکو یشکو المظلوم فی الصلاة الى الله یشکو المظلوم فی الصلاة الى الله او یشکو المظلوم في الدعاء الى الله مظلوم سره چې دی اغه شکایت کوي ګله کوي فریاد کوي الله رب العالمین ته په مانځ کې یا دارنګ یشکو المظلوم في الدعاء الى الله په دعا کې مظلوم سره چې دی شکایت کوي الله رب العالمین ته الابن یشکو لوالده بچې چې دی د پلار ته شکایت کوي اکثر ماشومان چې پلارانو ته شکایتونه ډیر کوي الابن یشکو لوالده الرجل يشكو الى المحكمه سريت دي شكايت كي وراند كي چاتا محكمه يتراوح يتراوح معنا پر لپسي يو شخص كاروكي ورپسي بلكس يو پسي بل رازي دغه تسوي كي تراوح يتراوح الصديقان في العمل يتراوح الصديقان في العمل دوانا ملگري نمبر پر نمبر باندې کار کوي يعني يفعله مرة هذا ومرة أخرى يفعله الصديق الثاني يو كرتي دام القريكار كي بل كرتي بل ملقريكار كي يتراوح الصديقان في العمل تتراوحت الأيام أو تتراوحت الليالي شبي يو بلبسي رازي ورزي يو بلبسي رازي يتراوح الصديقان في العمل دوانا ملقري نمبر بنمبر باندي كار كي وما كلمة مصردة يساعد وما كلمة يساعد المسلم يساعد في رمضان مع الفقراء المسلم يساعد في رمضان مع الفقراء
مسلمان سړی چې د کومک کوي په رمضان کې د غریبو خلکو سره، نو یساعدو کلمه هم استعمال شو، او د حروفنا فی حرف هم استعمال شو. الغني يساعد مع المسلمين في كل وقت، الغني يساعد مع المسلمين في كل وقت. مالدار شخص د مسلمان سره هر وخت کې احسان کوي، کومک وسره کوي. نو المؤمن الغني يساعد كلمة هم استعمال شللا، يساعد مع الفقراء أو مع المسلمين في كل مكان، فهر وقت كي أو فهر زيك في كل مكان وفي كل وقت، فهر زيك فهر وقت كي همكاري أو كومك وسركي. نو يساعد في كلمة هم استعمال شو. أتما كلمة سدي يبعد لروالي بمعنى رازي لريكيجي. المؤمن يبعد نفسه عن المعاصي، المؤمن يبعد نفسه عن المعاصي. مؤمن سلاته ذان لريكي خبل بدن لريكي دغناوننا. الولد الصالح يبعد نفسه عن المجالس السوء، خمل غري خما شمجدي ذان لريكي دغند مجلسوننا. الولد الصالح يبعد نفسه عن الاصدقاء السوء، خالق داده چې د ګنده ملګرو نه ځان لرې ساتي، ځکه د ملګري اثر په بل ملګري باندې کېږي. حدث التنازع بين المدير والمدرس في المدرسة، حدث التنازع بين المدير والمدرس في المدرسة. لانجا پیدا شول له د مدیر او د استاد ترمنځ په مدرسه کې. حدث التنازع بين الزوج والزوجة في البيت، په کور کې د کورنۍ مشکل پیدا شو د خزی او خاوند په داخل په کور کې. نو حدث التنازع بین الزوج والزوجة في البيت، حدث التنازع بین المدير والمدرس في المدرسة، حدث التنازع بین الطالب والمدرس في الصف. لسمه کلمه من سره ده يحرم منکی یا حرمی بندی په ځا باندې. السكري يحرم على نفسه السكر، اغا شخص چه اغا ده شکر پا مرز بنده اختشو ده. يحرم على نفسه السكر، اغا بنده پا خبل زان بنده بورا نه استعماله، خوب سيز اغا نه استعماله. الذنب يحرم الرجل عن البركة، الذنب يحرم الرجل عن البركة. گناه چه ده سره محرومه که ده سشنا ده برکتنا. التدريب الثاني دهم تمرين. اقرأ الجملة التالية ثم انسج على منوالها. لان جملة الأولى ثم انسج على منوالها بدارنج وليك برابرك فمدق ترزمان دي. النوم ضرورة لكل الكائنات الحية، خوب چه ده ضروري ده ده طول كائنات ده جندو ده پارا، چه هر سال ري جن لري ده هغي طول ده پارا خوب ضروري ده. حمزة الماء ضرورة لجميع البشر، وبدو طول بشر دو بارا ضرورة دي. الأمن ضرورة لجميع الشعب، دو طول ولست بارا أمن دير ضروري دي، صلح دير ضروري دي. الأمن والصلح ضرورة لجميع الشعب. دوام يشكو بعض الآباء من كسل أبنائهم، بازي بلاران شكايات كي دو بچو دو كسل تنبلينا، كسل تنبلي كم زوري تول كيجي اجتهاد عكس رازي. يشكو بعض المدرسين من كسل طلابهم، بعض استاذان د شاگردانو تنبلين شکایت کوي. يشكو بعض الرؤساء من كسل عمالهم، بعض رئيسان چدي د مزدورانو د کمزورين شکایت کوي. دريم يرى الشخص من الاحلام ما يحب وما لا يحب، يو شخص په خوبونو نګوري چې سي خوخ وي که سي خوخ نه وي هغه ګوري. ياكل الشخص من الطعام ما يريد وما لا يريد، يو شخص خوراك كي اغا خوراك جي خواخي ويكو خواخي نوي خوريه. با يسمع الرجل من الأصوات ما يحب وما لا يحب، او ما يريد او ما لا يريد، يو شخص اوازون اوريكو اوازي خواخ ويكو اوازي خواخ نوي. سلورم لا عجب ان يقال طاب نومكم طاب يومكم، لا عجب ان يقال طاب طعامكم طابت صحتكم. با لا عجب ان يقال طاب الهواء وطاب جوكم، تعجب نده دا چول شي طاب الهواء خ هوا مندكي
وطاب جوكم او خموسم ولري خهوا ولري خموسم ولري خخوراك ولري طابت صحتكم او خصحت ولري. التدريب الثالث يقول هات من النص جمع الكلمات التالية. دلان دي كلمات جمع ذكرك كائن جمع سرازي كائنات قط قطط ساعة ساعات دقة دقات تكتب الكيغ نصيحة نصائح مراهق مراهقون مراهق اغه شخص تبلګیږي ځواني عمر تر رسیدلې وي یعنی د سوال لسنه اخو وال تر شل کلنې پوري په دغه حالات کې وي دی وخت لګرانه پکې ډېر وي. مرة مرات صغير صغار ماشومان فترات وقتنا زمانا يا زماني طفل ماشوم أطفال ماشومان طفل أطفال وقت وقت أوقات وقتنا وقت أوقات أم مور أمهات مرغاني أم يومور أمهات دير مندي أب لار آباء لاران أب آباء طائر طيور مرغان خطر أخطار خطر أخطار شبارسم عضلة يا عضلة عضلات أندامنا صالحون عمر أعمار فبعض الكتابون كسر دام ذكر شبيدي حلم أحلام خوبنا حلم أحلام خطر أخطار ابن أبناء. سلورم تمرين كي غختنا سكي هات من النص الكلمات المضادة في المعنى لما تحته خط واكتبها في الفراغ. لان دي بعض كلمات دي مغنى ده غي عكس غالي زد غالي كم كلمات وهات راورا من النص ده نصنا الكلمات المضادة هذا كلمات غزت لدي في المعنى جدا غيدا فارا معناوي في المعنى ده هغي معنى ده فارج لاندي لما تحته خط جدا غيدا لاندي خط ذكر شويدي في جملة كي وكلمة ده هغي كلمة لاندي خط ذكر شويدي ده غي كلمة جكم زد كلمة استماليكي في هغا راورا. وسمثال لبعض الكائنات الحية تنام فراغ وأكثرها ينام بالنهار نهار ورست ولكيجي ندي لاند خد نهار مقابل كيس استماليجي وأغف خالقاكي أوليكام. نسنجلكم بعض الكائنات الحية تنام بالليل وأكثرها ينام بالنهار بعض الكائنات الحية تنام بالليل بعض الكائنات شغجون ديدي أغا خوب كيد شبي وأكثرها ينام بالنهار أو زيادة برخة جدادة كائناتنا أغا دورة زيودكيجي النهار عكسه ماذا الليل. تزيد ساعات العمل في الشتاء وتنخفض أو تقل في الصيف. تزيد كلمة لاند خط دي لدي عكس رازي تنخفض مرازي تقل مرازي تنقص مرازي تنقص دي الاستماليجي. وتزيد ساعات العمل في الشتاء بجمك دكار وقتنا زيتيجي ساعات جنتي زيتيجي زياد كار خلقي. تزيد ساعات العمل في الشتاء وتنقص في الصيف أو بقولك بيا دكار وقتنا تريك ميجي. دريم يلجأ الإنسان إلى الراحة بعد يلجأ الإنسان إلى الراحة بعد نو الراحة كلمة دينا ورستا دي عكس استماليجي التعب استريوا الاستماليجي. يلجأ الإنسان إلى الراحة يلجأ فناول إنسان أرامت ضرورة لريكلا بعد التعب ورستد استريوا لنا فناول إنسان أرامت أرام وكي خوب وكي بعد التعب ورستد استريوا لنا الراحة دي عكس رازي التعب. تلورم كلمة كانت وسائل النقل في الماضي بطيئة كانت وسائل النقل في الماضي بطيئة أما الآن فهي بطيئة أغفق لا تولكيجي أرام تولكيجي نددي عكس رازي سريعة تزوال تولكيجي سريعة تزوال بطيئة فقلار
سنوي كانت وسائل النقل في الماضي بخا زمانه كده نقل وسائل چو كم گاڑی چ يوزنا بلجت بنقل دل گاڑی يا نور سيان چو بطيئه ارى ارام وبقلار بتل المزل تيز نشكولي اما الان فهي سريعه او استدي واستيزي جاستيزي غارتيزي هاريوسيزي نبوخاد نقل وسائل شو اها وفقال اطلل فماش كي بسكول دير كم مزل بكول اوس فماش كي دير مزل كي بقارو كي بنجم ساعات النوم تكون اقل من ساعات الاستيقاظ نوم عكس ترازي استيقاظ خوب يخدل ساعات النوم دخوب وقتنا دخوب ساعتنا تكون أقل دالقوي من ساعات الاستيقاظ ديوخ ساتننا ذكا إنسان وقنتي يا أتقنتي أرام كي أما شوقيري يا وخيدل كاري أغسو مردي أغزياد دي تليرش قنتي دار دير وقت دي تليرش قنتو كي وقنتي خوب تور كي أرام تور كي باقي سدي أغوي خويل إنسان شباقما جملة كسوي كثير من الناس يكره السهر بالليل وبعضهم يكره عكس ترازي يحبه كثير من الناس دير خلق يكره السهر بالليل دشبيش وغير بدغني وبعضهم يحب العمل بالليل خلق كسان يا بعض كسان دشبيكار خوخوي يكره يحب وما جملة أنام في وقت مبكر أما صديقي فينام في وقت مبكر عكس سرازي متأخر أنام في وقت مبكر زو وقتي ودكيغم أما صديقي خزمام القرش دي فينام في وقت متأخرين زمام القرى أدكي قلنا وقتا وقت كي أتم جملة الله هو الأول أول عكس سرازي الآخر الله هو الأول والآخر الله كده أول زاد ده آخر زاد ده أول معنى ليس قبله شيء آخر ليس بعده شيء مخيتي سنشتا آخر ورستتي سنشتا نهم يأخذ المسلم قليلا المسلمان لك أخلي كان سيز أخلي لك أخلي ويعطي كثيرا خبل جاتا جي وركي بيدير وركي بخصوصا تاجر أو دكاندار سلي جي مسلمان وي يأخذ المسلم قليلا ويعطي كثيرا لسما جملة لا تخرج من البيت ولا تخرج عكس سرازي تدخل لا تخرج من البيت ولا تدخل إليه إلا باسما ودكورا موزة او مکور تنوزه مگر په دسی حالات کې باس من چې خندیدون کې چې کور نوزی هم په خندا شکل باندې وزه او چې کور تنوزی هم د خندا په شکل باندې نوزه دا عزتمنو چې موږ تاسو نه په دې تمرین کې عکس غوښتو النهار عکس سرازي الليل تزيد عکس سرازي تنقص الراحة عکس سرازي التعب بطيئة عکس سرازي سريعة النوم عکس سرازي استيقاظ يكره يحب مبكرا متأخرا الأول الآخر يأخذ يعطي تخرج تدخل أمد لرمت إن شاء الله بدأ بحث بزمنك أستاذ وزين خلاص شبابي تدين أورس تبي منك أستاذ تيو قاعدة راكي الممنوع من الصرف ده بإن شاء الله ببلغ برونك يا خلو ترهاقي بولين بلوي رب العالمين بانسبارم تل بار عزت من خوشالة كامياب أباد وصي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يو منار FM.